عقدت القوى المدنية والوطنية اجتماعا موسعا من أجل اختيار رئاسة لها، حيث وقع الاختيار وبالإجماع على الأستاذ سعد عاصم الجنابي ليكون أول الشخصيات التي تتولى رئاسة القوى المدنية في العراق. التقرير التالي والتفاصيل. انطلاقة تكلل بالنجاح لعمل القوى المدنية بعد أن أجرت انتخابات لاختيار شخصية رئاسية لها، نتاجها هو اختيار شخصية وطنية تمثلت بالأستاذ سعد عاصم الجنابي رئيسا للقوى المدنية بعد أن تم حسم تصويت الهيئة السياسية للتجمع، خطوة جاءت لتعديل مسار عمل الحكومة المستقبلية والتمحيص بأهم القضايا الوطنية التي تخدم الشعب. تم في هذا الاجتماع انتخاب الأستاذ سعد عاصم الجنابي رئيسا لتجمع القوى المدنية الوطنية، وأيضا تم انتخاب نائب الرئيس وتم انتخاب رئيس الهيئة السياسية والناطق الرسمي أيضا لتجمع القوى المدنية الوطنية، وإن شاء الله يوفقون في الأداء وفي التعامل مع استحقاقات المرحلة المقبلة من حيث تصحيح مسارات إدارة الدولة. تكامل العمل وإعطاء نتائج إيجابية، وكان الحضور 8 أحزاب موجودة. تم انتخاب الأستاذ سعد عاصم الجنابي رئيسا للتجمع، وتم انتخاب نائب للرئيس، وتم انتخاب رئيس للهيئة السياسية ونائب للرئيس، وتم انتخاب ناطق رسمي لهذا التجمع. وحقيقة كانت الأجواء إيجابية، ونحن نحتاج هذه التوزيع المهام لكي توزع المهام حتى يكون العمل منسجم والعمل متكامل، والجمهور المدني والجماهير المحافظات تنتظر منا الكثير وتعول على هذا التجمع وعلى قيادات هذا التجمع. رئيسا للقوى المدنية والوطنية، صفة لطالما غابت عن تجمع وطني يهدف لاقتناص قضايا الفساد وإلغاء المحاصصة الطائفية وقيام دولة مدنية. سعد عاصم الجنابي شخصية قطعت أشواطا في سعيها لبناء دولة مدنية ولتمكين الشباب وتوفير فرص عمل لهم وإنصاف الفقراء. الغرض الأساسي من الموضوع هو دفع العمل إلى أمام كله، نعم، وتقديم تمثيلية لهذا التجمع اللي يأخذ أكيد هناك تطلع أكبر في أكثر من أوساط عديدة لأجل أن يتصاعد دوره، وقوى عديدة بالمجتمع اليوم وقوى سياسية وتجمعات سياسية وشخصيات الآن تتطلع إلى مشروع مدني الآن ينهض بواقع البلاد ويقدر يتجاوز هذه الأزمات المتعددة. بالتأكيد الاجتماع اليوم كان نوعي وكان مركز على قضية الهيكلة هذا التجمع وإيجاد العناوين التي تكون على قيادته وأن تتحدث باسمه وتكون ذات صلاحيات لإنجاحه وإيصاله إلى أهدافه الرئيسية، وهو تحقيق مشاركتنا الفاعلة ببناء دولة مدنية حقيقية، دولة المواطنة والسيادة للقانون والعدالة الاجتماعية. من هذا أيضا هذا اللقاء اللي ضم قيادات عليا في قوى وأحزاب المدنية تم الاتفاق على أسماء، وكانت ترشيحات ديمقراطية وطرحت يعني بصفاتها وبإمكانياتها. المضي بمشروع الدولة المدنية الديمقراطية والشروع بخطوة جدية من خلال اختيار شخصية مدنية تلخص رؤية القوى المدنية لحل أزمة البلاد وسبل الخروج من آفة الفساد والتخريب الذي عصف بالبلاد. ضحى عنبر، الرشيد.